بسم الله الرحمن الرحيم. الناس تجمع كده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، 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 بسم الله ما شاء الله. حاسب يا عماه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب بقى. بس ايه ده بقى؟ انت هو كده خلاها. بص خلوهم في ايدك يا عيني. امسك الام، امسك الام وخلوهم عرض. بص خلي عرض واحده واحده يا عمان. خلاص عشان الناس بس معانا على البث. الله يبارك لك. يلا هنبدا بدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس تجمع كده يا جماعه. الناس تجمع كده يا جماعه. ان شاء الله هيبقى معانا شابتين دلوقتي. الواحدة انتظار ولادة، تولد الليلة تولد بكرة، عشان بس اللي يبقى بيشاهدنا يبقى فاهم انا بقدم له ايه. شابتين، واحدة والدة وواحدة انتظار ولادة، تولد الليلة تولد بكرة تولد بعده تولد بعده باسبوع، الله اعلم. تمام. اول واحدة معنا في العرض دي هتهالي يا عماد بقى. دي انتظار يا جماعة، مش والدة، كلامه واضح. هو دي انتظار ولادة، دي انتظار ولادة تولد الليلة بقى. هي دلوقتي يعني ايه؟ على ان شاء الله رب العالمين في اي وقت تولد فيه. قدامها بقى اللي قدامها الله اعلم. هي لها ايه؟ ساعة بس يا عماد. رايح فين تاني؟ انا حجر وراك. اهدى بقى. دي انتظار ولادة يا جماعة. تمام. العرض مقدم من ابو زياد خليل. رقم التليفون رقمك يا عم 010-6-75-9-4-8-4-5. يبقى 010 يا جماعة 6-75-9-4-8-4-5. تمام يا جماعة. رقم التليفون برضك الثاني 010-9-12-44-501. تعرف تربطها لي بقى؟ تعرف تربطها لي بس عشان ما تقعدش ايه رايح جاي كتير كده، عشان الناس بس تعرف تفهم. وش العجل ده؟ وش العجل ده يا عم؟ العرض يا جماعه مقدم من ابو زياد خليل. 010-9-12-44-501. اللي هتولده ده يا جماعه والله التالت، والله الولد التالت اللي هتولده ده. تمام. بسم الله ما شاء الله. انا عمري ما عرضت لكم بقره بفضل الله. انا يعني غير مثلا ممكن واحده كده، لان انا ما بعرضش غير من الدم اللي انا ببيعه عشاير. ما بعرضش غير من الدم الحمد لله. ان كنت بايعها لواحد او كده برجع اخدها منه بقى تالت ولد رابع ولد زي ما تطلع. تمام. العجله ده عشان انا عارف ان هي عجلتي، قسما بالله دي لها التالت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده تالت ولد لها يا جماعه. سنها، افتح السن كده يا عماه عشان يوسف محمد بيقول لي افتح السن كده. افتح السن برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعه، بص انا بقرب لك الكاميرا. بص لحد فين. دي اخر سنه فيها، يعني يا دوبك لسه بيساوي. بسم الله ما شاء الله. اوعى كده بقى لو سمحت. الوش بتاعها يا جماعه مش شعرتها بيضة بقى وكبيره في السن والكلام الفاضي ده، لا. وبفضل الله، بفضل الله متلقحه سمنتال. اقسم لك بالله متلقحه سمنتال، يعني ممكن تجيب مونبليار او ممكن تجيب سمنتال. محدش يرن يرد علي بالله عليكم، محدش يرن عشان ما يبوصل بس. تمام. رقم التليفون يا جماعه 010-9-12-44-501. ديت انتظار ولادها يا جماعه. انا قلتها لكم، ده هيت انتظار ولاده. تمام.
انتظار ولادة، تولد الليلة، تولد بكرة، تولد بعده، بالسعر اللي أنا هنزله لك، بالسعر اللي أنا هنزله لك أنت هتيجي تاخدها. ولدت الله يصلح حالك، خدتها برضك وهي لسه مولدتش، برضك رزقك إن شاء الله. تمام؟ يعني ديت انتظار ولادة، مش ماشية في التسع بقى ولا ماشية في التام، في أي وقت هي هتولد. رقم التليفون يا جماعة 010-6-75 كم؟ 9-4-8-4-5. رقم أبو زياد 010-9-12-4-4-5-01. سعر العجلة ديت يا جماعة من دون فصال يا جماعة، عشان انتم متعودين على عروضي دهيت ما فيهاش فصال. هتقول لي سيب لي عربيتها، سيب لي سيب لي، براحتك. وان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين دهيت هتحلب فوق ال 30 كيلو. مش هافور عليك واقول لك هتحلب 40 و50، لا ان شاء الله هتحلب فوق ال 30 كيلو. ادي الضر اهو يا جماعه، ادي الضر اهوت فوق ال 30 كيلو ان شاء الله رب العالمين. تمام؟ ده يا جماعه والده بفضل الله احسن من 100,000 و110,000 قسما بالله احسن منه. ده هي هقدمها لك ب 95,000 والسعر نهائي. العنوان قطور غربيه، العنوان قطور غربي. رقم التليفون 010-9-12-4-4-5-01. تمام؟ العرض الثاني بقى اللي معانا الوالدة. اوعى كده بقى. ديت يا جماعة والدة. هي شابة سمنتال برضك، ده التالت ولد اللي والداه. تمام؟ حتى قايم. اوعى كده، ده خلفها يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله، عجل سمنتال بسم الله ما شاء الله. بص بص عظم السمنتال يا جماعه، ده عظم السمنتال، الركاب التخينه اهيت، حاجه بسم الله ما شاء الله. تمام؟ دي بقره ما بتسمى السمنتال، دي بقره بتسمى مونبليار احمر. بص انت ما تجيبلهاش في انا كده مش عارف اصورها، انا عايزها في النور. دي بقرة مونبليار أحمر. النهاردة تالت يوم في الولادة، تالت يوم في الولادة، تالت يوم في الولادة دي يعني ما أقدرش برضو أحدد لبنها. هي لحد النهاردة حلبة 20 كيلو مسمار، قسما بالله ما بغار عليكم يا جماعة وكله يعرف كلمة أبو زياد. هي النهاردة حلبة 20 كيلو مسمار. ما هو الورم ده يخف، بص لحد دلوقتي حتى بص ده ورم لسه، ده هو ورق، ده عتل. تمام؟ العتل ده يخف شوية تبدأ بقى ايه مكان الورم ده كلته لبن. النهاردة حلبة 20 كيلو مسمار، انا ما عنديش تغيير الحمد لله وكله يعرف شغل ابو زياد. بس ان شاء الله اللبن ده هو اعتبر ان انت عندك جاموسة في البيت. تمام؟ والضر ده يا جماعة بفضل الله بفضل الله هيحلب فوق ال 25 كيلو. انتوا عارفين ان المونبليار الاحمر او السمنتال بيبقى لبنه صحيح قليل عن الهولشتاين، بس بسم الله ما شاء الله برضه كانك عندك جاموسه في البيت. وده الخلف بتاعها. تمام؟ وده الخلف بتاعها. بسم الله ما شاء الله. لسه يا جماعة برضك عيلة، ما تفكرش ان هي مثلا بقرة كبيرة في السن والكلام الفاضي ده، لا دي كانت عجلة والله من عندي. بسم الله ما شاء الله. اربطها كده بقى وافتح لي سنها. اللي عايز بقى يجي يا جماعة وقت الحليب يبقى يجي ايه يحلب ويفتح بزاز ويشوف كل حاجة، عشان انا يعني ما بينه وبينك بحب ايه افتح كده السن. ادي السن اهو يا جماعة، بص بص الخنصر فين والسن التاني فين، دي لسه بتسوي خالص اهي، عشان انا لما اقول لك ان دي عيلة مش بقرة بقى قفلة كبير والكلام الفاضي ده، لا والحمد لله. تمام؟ سعر الشابة دهيت يا جماعة، سعر الشابة دهيت ب 93,000، 93,000
الوالدة ديت يا جماعه ب 93,000، وده الخلف بتاعها اهوت، عجل ذكر، عجل ذكر سمنتال، بسم الله ما شاء الله، حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. تمام، وقلنا ديت الانتظار الولاده، قلنا انتظار الولاده ب 95,000، بسم الله ما شاء الله. رقم التليفون يا جماعه 010 9 12 44 501، رقم التليفون الثاني 010 6 7 5 9 4 8 4 5، ده هي ب 95,000 يا جماعه، حاجه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يا جماعه يقول ما شاء الله. مساء الفل حبيبي حاج ابراهيم، حبيب الله يستر عليك، عمدة المصريين بالخير، حبيب الله يستر عليك يا حبيب. ما يهمكش يا حاج محمود محمد علي، الهولشتاين غالي، الهولشتاين غالي يا حاج محمود محمد علي، عشان انت عايز، بس اللي يقول غالية ب 95,000 وعاملة الشغل ده هوت، مع احترامي لك، روح كده اسمع بقى الارقام التاني، اللي هيقول لك هتحلف فوق ال 30 كيلو هيسمي لك 40 و45 كيلو وهتطلع جار. تمام؟ ده انتظار ولاده وعامله الشغل دوت ب 95,000. تمام؟ غاليه شوف غيري، انا ما بقولكش خد مني. حبيب ابو حميد الله يبارك لك حبيب، احمد الارفاع حبيب. وكل الناس يا جماعه خير وبركه. رقم التليفون قلنا 010 6 7 5 9 4 8 4 5. تمام كده يا جماعه، قلنا ارقام التليفونات وقلنا السعر وقلنا كل حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.